شلونكم اصدقائي، رجعت لكم بحلقه ليليه. طبعا هذه الحلقه راح اشرح لكم بيها عن الحلقه اللي شرحت بيها عن يوم اللي تذبحون بيه الاضحيه اللي هو يوم عرفه. طبعا اصدقائي، انا مو ضد الدين مالتكم ولا ضد اي الاديان. طبعا مالتكم اقول انا هم مسلم الحمد لله والشكر، بس انا مو ضد الاديان. هذه الحلقه هم يعني مو دينية ولا كذا، واني ما لي علاقة بالدين اصلا، عرفت شلون اصدقائي، وما اريد ادخل روحي بالدين كله اصلا. بس شنو يعني شلون بدي افهمكم اياها، انه اني ضد قتل هاي الحيوانات بهذا اليوم. يعني انتوا تقتلون هاي الحيوانات كلها، انا ضد هذا الشيء، ما يعجبني. فانا ضد هذا الشيء يا اصدقائي. يعني اني عادي تقدرون تذبحون حيوانات ايش قد ما تردون، دجاج وكذا. الناس قالت لي ليش ما تذبح دجاج، انت ما تذبح دجاج يعني هم عادي. هو كل ناس قالت لي شلون يعني انت مو عاد تذبحون بقر. واحد يقول لي مدري شنو، يا عيني يا اصدقاء، يعني ما عندي مشكلة بهالشي على الذبح وكذا، بس بهذا اليوم دا تذبحون هواي. وانا بالنهاية مال الفيديو مالي حطيت لكم الفيديو اللي انا شفته، اللي هو هذا الشخص كان يقتل او يذبح الحيوان، ويعني راسه كان هيك بس قاطع شويه من رقبته، والحيوان كان يصيح. فاذاني هذا الفيديو جدا، فلذلك سويت لكم هذا الفيديو مالتي الحلقه. فاصدقائي انا ما عندي اي مشكله ويا كل الاديان، وانا اصلا ما ادخل روحي بالاديان حتى القناه مالتي ما تخرب، عرفت شلون؟ هذا الشيء اكيد تعرفوه يعني يا حبايبي انتو، فهذا الشيء اكيد تعرفوه يعني. بس انا ضد يعني قتل الحيوانات، ماكو غير شيء ثاني. وان شاء الله صار لكم حلقات جديدة حلوة واشكال يعني، واحنا الدين ما ندخله بالقناة مالتنا، بس قلت لكم يعني على مود هذا اليوم. وهاي انا القناة يعني انشر بيها فيديوهات حلوة على المانيا، وانشر بيها على الشوارع وكل شيء، وهم انشر بيها رأيي. وهذا الفيديو كان يعني عن رأيي يعني الخاص بهذا اليوم، بالذبح اللي تذبحوه بهذا اليوم، يعني اللي يذبحوه الناس بهذا اليوم، عرفتوا شلون حبايب؟ اي مو غير شيء يعني، بس على مود الذبح بهذا اليوم. وانما اني يعني مؤمن ان شاء الله مسلم والحمد لله والشكر، ما عندي اي مشكله وما معادي لاي دين، بس انه هو رايي انطيته ولازم تتقبلون الراي مالي وتتعلقوا لي وتشرحوا لي وتعطوني هم ارائكم. هم اتقبل اني كل الاراء ان شاء الله، ونسولف ونتونس، ويعني حلقات تصيركم حلوة إن شاء الله خوش عيني. فلا تنزعجون من أي شيء أنشره يا حبايبنا أنتو. يعني أنا هالقد ما هالموضوع هذا همني وأزعجني الصراحة، لأن أكو يعني أول ما نشرت الحلقة كم واحد علق إنه عوف المواضيع مال الدين وعوف الكذا، فأنا انزعجت وقلت يعني إنه أسوي لكم حلقة، وصورتها هسه بالليل الدنيا الليل، وداعت هاي البنية اللي تعدت، عرفت شلون؟ يعني أنا دينيا الحمد لله الله موفقني وما عندي أي مشكلة بالدين الحمد لله والشكر. بس الموضوع هو أنا هم طبعا أكل لحم وأكل خضروات وكل شيء، يعني ما عندي مشكلة بهالشيء. بس أنا من شفت الفيديو تأذيت الصراحة، وشفت هاي وسويت لكم هاي الحلقة وحطيت لكم الفيديو بالأخير حتى تشوفوه وتقولوا لي مصطفى عندك حق صحيح، مو تقعدون تعلقوا لي بالتعليقات على الدين وكذا. انا ما لي علاقة بالدين اصلا، وحلقاتي كلها ما احكي بيها بالدين. يعني انا احب الحيوانات صحيح كلها، يعني ماكو واحد يحب الحيوانات اعتقد، بس يعني مو هالشي. يعني هذا اليوم يقتلون بيه كل شيء هواي، يذبحون بيه، ماكو داعي لهالشي اعتقد. يعني يقدر واحد يذبح له مثلا كل فت شارع، خلينا نقول بالعراق كل شارع شارعين ثلاثه يذبحوا لهم وحده، بس مو هاي القيت يذبحون هوايه. وحتى طريقه الذبح مو حلوه. يعني انا هذا الفيديو مالي اللي سويته اكثريته كان على السعوديه، لان هو الفيديو كان اللي بالاخير مال المقطع مالي الرجال سعودي، يعني مو كل العراقيين، انا دا احكي على السعوديين اكثر شيء بالفيديو مالتي. فيا ريت تتقبلون الفيديو مالي وتعطوني نصايح من عندكم، وحتى تكتبوا لي اذا تردون شنو رايكم بالفيديوهات اللي اسويها، شنو تردون اسوي لكم فيديوهات جديده،
ويلا تحياتي لكم، مصطفى من المانيا. طبعا هاي الحلقه كلش صغيره 5 دقائق، فاتمنى تتقبلون كل الكلام اللي قلت لكم اياه. يلا مع السلامه اصدقائي، باي.